كل سنة وحضراتكم طيبين. لما بنيجي نتكلم كده عن العيد ما ينفعش أبدا ننسى العادات اللي احنا متعودين عليها في العيد. زي ايه مثلا؟ ما ينفعش أبدا نقول عيد من غير ما نتكلم على العيدية. العيدية دي حاجة متعودين عليها ومرتبطة عندنا بالعيد مهما كان. فحتى لو حاجة بسيطة لما بنعود أولادنا، حتى لما أولادنا يكبروا برضو نديهم العيدية عادي، والكلام ده لينا كلنا بالتأكيد، لأن هي حاجة جميلة جدا وبتخلينا كلنا مبسوطين بالعيد. طالما قلنا العيدية يبقى بنتكلم عن الكحك والبسكوت وكمان حاجات كتيرة قوي عندنا في مصر بتدل على العيد. من المظاهر الأساسية عندنا اللي بتخلي الواحد يحس بالعيد، الناس بتنزل تصلي صلاة العيد بعد ما بتنتهي الصلاة في كل محافظات الجمهورية. الحقيقة بنلاقي عندنا البلالين شيء أساسي عند المصريين كلهم، تلاقي ناس كتير جدا بعد ما بنخلص صلاة العيد البلالين تنزل على كل الناس اللي واقفة بعد ما بتخلص الصلاة، وخاصة الأطفال بتكون دي لحظة بالنسبة لهم مهمة جدا. وانتوا نازلين تصلوا العيد خدوا معاكم أطفال، انزلوا وتبسطوا وفرحوا، ده احنا من ديننا أصلا ان احنا نعبر عن فرحتنا بالعيد. فطالما قلنا كل ده ما ننساش ابدا ان دي فرصه عظيمه نستغل فيها صله الرحم اللي بتعتبر واحده من اهم المظاهر والعادات اللي موروثه عندنا احنا كمصريين او كوطن عربي عامه، ان احنا نقوم بالود ونروح دايما نصل الرحم ونزور الاسر بتاعتنا ونقعد معاهم. دي حاجه احنا متعودين عليها في مصر هنا في كل الدول العربيه، ومش بس كده ديننا كمان بينادي بده. فدي فرصة جميلة ان احنا نتجمع ونروح ونزور ونقرب البعيد، وناخد فرصة كده ان احنا لو في لا قدر الله اي مشكلة نحل الخلافات دي ونتجمع كلنا ونتبسط ونكون سعداء. هي لحظات جميلة جدا اللي بتحسسنا بقيمة الحياة وبقيمة ان احنا نكون متجمعين. فكل سنة وحضراتكم طيبين، خدوا الفرصة دي دايما يا رب تكونوا متجمعين وملمومين ومبسوطين واخدين عيديات كتير وبتاكلوا كحك وبسكوت ان شاء الله سواء بكرة او بعد.